تعال. انت نازل على مطعم قدامك 30 دقيقة. تمام. يلا. بقول لك يا مدام فريال، ما تسيبك من الكلام ده وتعالي نتكلم كلام ناس عاقلين. كلام الناس العاقلين بيقول ان سليم يعيش معايا وجمال مالوش فيه، خصوصا ان انا كسبت القضيه. ولا هو لسه ما يعرفش؟ والله انا صعبان عليا الواد سليم ده، متشحطب بسبب المشاكل اللي بينكم. المشاكل اللي بينا دي يا حبيبي هو اللي عاملها، لما يبقى خاطف ابني ومخبيه يبقى هو اللي عاملها. واكيد طبعا مش هحططه من حته لحته زي الحراميه ولا ايه؟ لا خالص، انا عايز اقول لك ان سليم مبسوط جدا. مبسوط جدا فين؟ مع جمال. اصل جمال لما بيكلمني بيقول لي ان سليم مبسوط ومزقطط على طول طول الوقت. وبيقول لك برضه ان هو مبسوط انه ما بيوديهوش المدرسه. انت عارف مكلميني كام مره قايلين لي الولد غايب بقاله قد ايه؟ مكلمين مين؟ يا فيفي. هو انت تعرفي اصلا سليم في مدرسه ايه؟ ما تغيرش الموضوع يا اشرف. جمال مخبي سليم فين؟ يعني بذمتك انت امه مش عارفه هو فين؟ صاحبه بيقول لي هيعرف. تمام. يعني انت ما تعرفش. أنا مش مصدقاك، بس خليك وراه في الغلط، ما أنت المحامي بتاعه. بس أقسم بالله العظيم لا هاخد ابني ومش هوريه ضفره. الإرهابي الهربان من البوليس. بقولك إيه؟ ملوش لازمة الكلام ده. سليم مش مع حد غريب، ده مع أبوه. وأبوه ده هيدخل السجن قريب قوي وعلى إيدي. ها؟ افتكر الكلمة دي عشان تبقى تقولها له. هيدخل السجن قريب على إيدي. تمام. هقول له. بس بيقابلي بقى. ده منظر الولد ده؟ انتوا عايشين كده ازاي؟ قرف. اهلا بمرت ولدي. الحمد لله على السلامة. على الله تكون الضيافة عجبتك. ضيافة؟ هي دي الضيافه دي؟ انتوا مصدقين العيشه اللي انتوا عايشينها؟ انا لازم امشي من هنا. انا مش فاهمه اخر ده كله ايه؟ اخرتها خير ان شاء الله، وربنا ما يجيب شر ابدا. وبعدين يعني دوامك ده زهقتي من امك؟ امي؟ معلوم امك، مش ولد اختارك وشايلك اسمه تبقي بت زي ما هو ولدي. اختارني؟ بقول لك ايه؟ انت اخر معرفتك بابنك ايه؟ معرفتك بولدي هي المره من مينا بتعرف ولدها ولا جوزها ولا حتى ابوها؟ لا تعرف ليه؟ عشان هي حته من مينا، احنا حته من رجالتنا، ضلع من ضلوعهم، بس ضلع عوجان. والضلع العوجان ده كل ما سجتيه طاعه ومرعيه لراجلك، كل ما بقى وتد اصيل يتسند عليه. وتد ايه وضلع ايه؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ فوقي بقى يا ست انت واسمعيني كويس. انا بس عامله لك حساب عشان انت ست كبيره ودماغك على قدك. لكن ورحمه امي انا لو ما خرجت من هنا لا كنت طالعه. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول الضلع العوجان، والضلع ده لو ما انعدلش نكسره ونزرعه ألف مرة لحد ما راجلك يرضى عنك ويريحيه ويبقى هو ده الخير اللي بعته لك ربنا. وإذا أنت شايفاه شر يبقى ذنبك على راسك. ألو شرطة النجدة، عايز ابلغ عن قنبله هتنفجر كمان ربع ساعه، موجوده في اوتيل سفينكس في وسط البلد. لا مش مهم انا مين،
مهدئ الأطفال نايموا على طول، ده كان خايف جدا. معلش يا ليلى، سليمة يقعد عندك كام يوم بس لحد ما يسافر. أنا كلمت أسماء هتقعد معاه في الوقت اللي أنت مش موجودة فيه. هو أنت بتعتذر ولا مكسوف ولا إيه؟ سليم ده ابني، أوعى أسمعك تقول كده تاني. عمري ما كنت أتخيل إن أنا ممكن أتحط في موقف زي ده. سليم ركب جنبي في العربية وعمال بيتضرب عليا نار. لو كان حصل له حاجة عمري ما كنت هسامح نفسي أبدا. الأولاد هما أكبر نقطة ضعف، كلنا بنضعف قدامها، بس أنت الحمد لله تصرفت مع الموقف وعدت بسلام. أنت عارفة يا ليلى، أنا بقالي كتير وما حسيتش بطعم الخوف. سليم راكب جنبي ومخبي راسه ومرعوب ومش فاهم أي حاجة. عارفة ساعتها افتكرت مين؟ افتكرت علي وليلة اللي عمله معايا ساعة الحفلة زي ما حكيت لك. كان عنده حق، بجد كان عنده حق. واحد طول الوقت كان فاكر ابنه ده من صلبه، وبعد العمر ده كله ما طلعش كده. بس هو ظلمك يا جمال بالكلام اللي قاله. سيبك من اللي قاله ساعتها، انا كل ما ارجع افكر واعيد الشريط الاول اقول ليه ما يكونش انا اللي ظلمته. علي كان ادب مني في الشغل وهو اللي رشحني للجهاز، وبعد فترة صغيرة عديته وبقيت أعلى منه. فكرت ساعتها إن هو ممكن يغير أو يحقد عليا. قلت علي صاحبي وزي أخويا، وأكيد الشغلانة اللي إحنا بنشتغلها دي ما فيهاش الكلام ده. بس في الآخر طلعت أنا اللي غلطان. علي في الأول والآخر برضه بني آدم، بيحب وبيكره، بيغير وبيطمع. أنت عارفة مفيش حد في الدنيا يتمنى لك إن أنت تبقى أحسن منه غير أبوكي وبس. طب وما قالكش الكلام ده ليه؟ ما طلبش يقعد معاك ويقول لك مشاكلي كذا وكذا. علي مش من نوع الناس اللي بيتكلموا كتير. علي بيشيل جواه، عشان كده طول الوقت بيأذي اللي حواليه من غير ما بياخد باله. علي اللي بلغ عني في موضوع الكنيسه. الراجل جوز السيد زي ما قلت لك فعلا كان زمانه مخلصوا عليا من زمان، بس الدوامه اللي انا عايش فيها دي كلها بسبب علي. وناوي تعمل ايه؟ مش ناوي ادخل نفسي في الدوامه دي تاني ابدا. الاكل يا نجات. حتى انت يا زينات هتعملي زيهم؟ وكان على ايه ده كله يا نجات؟ عاجبك حالك كده؟ والفضيحة اللي حطيتي اخوكي فيها؟ يا بت يا بت، ده انت اختي فتحي بوبو. يا بت انت سابك حاجة في نافوخك ولا نسيتي؟ حبيته حبيته يا زينات. شفت فيه الراجل اللي طول عمري بحلم بيه؟ جامد وناشف زي فتحي اخويا، بس على هيبة وسلطة وسطوة حكومة. ده ظابط ظابط يا زينات. مين فينا كانت تحلم ان ظابط يبص لها ولا حتى يكلمها؟ يا اختي بلا واكسة، هالظابط بتاعك ده هو اللي جرجر اخوكي ورجالته على السجن، ويا عالم هيفرجوا عليهم امتى؟ عشان كده يا زينات لازم اروح اقابله. تقابليه فين يخرب بيت عقلك؟ لو رجلك هوبت باب اوضتك اخوكي يموتني ويرمي عليا يمين الطلاق ويشردني وراكي. بصي يا زينات، بصي علي طيب قوي، انا لو رحت اتكلمت معاه وحنمت قلبه بكلمتين هيجي يكلم بوبو ويبقى الموضوع رسمي عشان خاطري. يا نجاه عشان خاطري، هي ساعة زمن واحدة وانتي مالكيش دعوة بالموضوع خالص. ولو حد سألك قولي له ان انا اتسحبت من غير ما تعرفي عشان خاطري. عشان خاطري يا زينات. ما بلاش تخوفني عليك يا جمال اكتر، كفاية بقى. ايه اللي لسه ناوي تعمله؟ ناوي افهم ليه؟ انا كنت فاهم كل حاجة غلط ولازم افهمها صح. كنت عامل زي اللي خارج للدنيا لأول مرة، طالع من تحت الأرض ومطلوب منه يدوس على كل حاجة شافها في حياته. كل حاجة؟ يا ليلى انت مش حاجة، انت الدنيا كلها اللي هبدأ معاها من جديد.
بس افتكر يا ليلى لما بنعرف كل حاجة على حقيقتها بنتعب ولا بنرتاح؟ بنعرف علشان نفهم، ولما نفهم أكيد هنرتاح. يعني كان أحسن إن أنا فهمت كل حاجة ورفضت أكمل، ولا كنت عملت نفسي مش واخد بالي؟ أنا من ساعة ما فهمت يا ليلى ما شفتش ولا يوم حلو، مع إن كل اللي فهمته قد كده، ولسه بدور ولسه هعرف كتير. بس يا ترى بعد ما أعرف كل حاجة التعب هيفضل جوايا؟ الألم هيفضل يزيد؟ طب ليه بتدور على ألمك بإيدك؟ انسى، كفاية بقى، انسى وخلينا نعيش حياتنا. من غير ما أعرف مش هقدر أعيش، عمري ما بقى جمال اللي أنت عايزاه. اللي عايزاه قصادي، شايفاه وحاساه، ليه مصيره تضيعه مني تاني؟ فاكرة يا ليلى زمان؟ فاكرة لما سيبنا بعض عملت إيه؟ قعدت تدوري وتسألي، كنت عايز تعرف أنا مين وبعمل إيه؟ ما قعدتيش مكانك وقلت هي تجربة وعدت. أنا راح مني عمر وسنين طويلة، مش هادي غير لما أعرف السنين دي راحت فين، اتسرقت مني ليه وإزاي. ساعتها هقدر أعيش معاكي، لأن من غير ما أفهم عمري ما أقدر أعيش معاكي ولا مع نفسي. معلش يا رجاله، كلها كام يوم والمحامي يشوف شغل. لقيتوا مضينا زمن قضايا اكتر ما بتقضوها في العزبه. وماله يا كبير؟ اه حاجه بنحلف بيها عشان ما عندكش زي ما تحلف فيها يا جعير. ما تروق يا كبير، معاش ولا كان اللي اسمه المير اللي يعكر مزاجك؟ علاء الحرام اول ما نطلع هنحرقه ونعمل معاه السليم. هيحصل، ورحمه سيد اخويا لا يحصل. الف رحمه ونور عليه. شوفوا لنا العده، خلونا اكلم ابو زيد اشوف عمل ايه مع المحامي. اهي جايه اهي. يا صباح الفل يا كبير يا رئيس جمهوريه العنابر كلها. صباح لي على نفسك يلا. وصل وخد وجبه كبير. قشطه. تكر. سلام. مقفول. قابل يا كبير. في زيارة ليك يا بابا. ماشي. حسنا، ايه اللي جابك؟ في حاجة؟ في يا كبير. كلمي، حصل ايه؟ أبو زيد هو لسه عليك مع الحكومة. أنت بتقولي ايه؟ اللي سمعته يا كبير. أنا كنت شاكة وعمال اكدب وداني لغايه ما سمعته هو بيكلم اللي اسمه علي باشا ده يوماتي. وبعدين؟ لحد ما حصل اللي حصل ليله امبارح قصدت اتصنت عليه واسمع كل كلمه بيقولها، وعرفت انه بيقول له انك عرفت حكايه نوجا وان جمال جالك وشكله قاعد شويه عشان بقاله كتير ما شافش ابوه. ابو زيد انت اللي جوزتهوني يا كبير عشان انا مسؤوله منك، بس بعد ما طلع خسيس وطعنك في ظهرك كده مقدرش ابات على ذمته ولا دقيقة واحدة. يحرم عليا اليوم الدين. ماشي يا سناء. هو انت دلوقتي وعاكي تجيبي سيرة لحد من الجتيلي؟ امرك يا كبير. سلام. وايه يعني انك انت شفته معايا؟ هو اي واحد هتشوفه قاعد معايا هتفتكر انه دراعي بقى وتلويني منه؟ دراعي يا باشا؟ ده انت ظابط قديم وعارف ان نوح السباعي بيميت دراع ودراع. ما انا عشان ظابط قديم بقول لك خلي بالك من دراعاتك لا توحشك. الله الله، ده انت جاي تهددني بقى. خالص، ده انا بنصحك، بديك اخر فرصه بس انت اللي مش عايز تشوفها. انا شايف كويس قوي، انت بقى اللي مش شايف انت بتنطح مع مين. للدرجه دي يعني مسعود حج ده مهم قوي كده عندكم؟ شفت دماغك بقى؟ شفت دماغك راحت فين؟ عشان تعرف ان انت اللي مش شايف سكتك. أنا بتكلم عن المهدي. أه مسعود ده إيه؟ مسعود ده طول عمره هيفضل عمره اللي هيعيش وكمان زيه زي ناس كتير غيري مجرد مفتاح في إيديهم يفتحوا بيه السكة ويكملوها هما بمعرفتهم. إنما المهدي بقى، طب وعزة جلال الله إن أنا خايف عليك من المشوار ده، أنت أصلا ما تعرفوش زي ما أنا أعرفه. أنت ما تعرفهولي. أوي. شوف حسين المهدي ده شبك الواحد بمليون درع ودرع،
عمرك ما تروح اي بلد وتلاقيهم مش عارفين ليه. في كل بيزنس اللي في النور يافطه كبيره قوي للبيزنس اللي في الضلمه، تجاره سلاح، مخدرات، عمليات ارهابيه، كل ما تتخيل، وشغله في المخابرات عرفوا ناس وفتح له سكك في حتت كتير قوي، تونس وليبيا ومصر والسودان واليمن والعراق وسوريا كله. تسمع عن لما واحد يقول لك ده ماسك العصايه من النص، المهدي لا، المهدي بقى بيمسك العصايه من ناحيتين، من ناحيه النظام اللي بيحكم وناحيه المافيا اللي بتسيطر على البلد دي، وكل ساعه بيقوى على الساعه اللي قبليها. واضح ان هو ملوش حل فعلا. انا قلت لك عشان تخاف وترجع من اللي في دماغك ده. تفتكر بعد كل اللي حصل لي ده عندي حاجه اخاف عليها؟ انسى يا باشا، انسى اللي راح راح، بتدور عليه بس انا مش فاهم. على وبعدين باش انت سبتها لهم مخدره وقلت لهم مش لاعب، خلاص بقى يا اخي احمد ربنا انك لسه واقف على رجليك. ده في زمايل كتير ليك انت ادرى بيهم مني حاولوا يعملوا نص اللي انت عملته ده، ما لحقوش. طب وحقي راح كده خلاص؟ لا الحق حبيب الله، لو لك حق نجيبه لك، بس انت قول. ماشي انا هقول لك، شغل اللي راح وسمعتي اللي باظت والقضايا اللي لسه ملفقناها لي، اعمل فيهم ايه؟ كل ده هيتعوض. ازاي؟ شوف البيزنس اللي يعجبك وانا تحت امرك. بيزنس؟ قرش يعوضك عن الوظيفه، ده غير بقى الجرايد والمجلات وبرامج التلفزيون اللي تغسل سمعتك وترجعها لك تاني زي البرلنت. وبالنسبه للقضيه بتاعتك يتلعب في الورق وترجع تاني كان لم تكن. والبهدله اللي اتبهدلتها في السجن هعمل فيها ايه؟ السجن ده بقى يا باشا تكفير عن ذنوبك. يا راجل سيدنا يوسف اتسجن، ولا انت حاسس ان انت احسن من سيدنا يوسف؟ والله انت عسل. مش احسن طبعا من سيدنا يوسف. طب قول لي يا شيخ نوح، الكلام ده كله بقى مقابل ايه؟ هو ده الكلام يا باشا، قلت لي بقى مقابل ايه؟ شوف يا سيدي، اول هم انك تشيل موضوع المهدي ده من دماغك وللابد. تاني هام بقى وده اللي يهمني، تشتغل معايا. انا محتاج قوي واحد زيك كده يشتغل معايا. قلت ايه؟ مشكلتك ان انت عارفني كويس وعارف حكايتي كلها، وعارف كمان ان انا رفضت اشتغل مع اللي اكبر منك مليون مره. تفتكر بقى ان انا هرضى اشتغل مع واحد زيك؟ وماله اللي زي بقى ان شاء الله؟ حرامي وكذاب ومنافق بمليون وش. اللي تعرف تثبته اثبته. هعرف اثبته. مش هتعرف تعمل حاجه. بطلوا بقى، بطلوا بقى سلسله الصوت العالي وما تسمعوش حد. يا ريان نوح، انتوا نسيتوا ان احنا عارفين عنكم كل حاجه بس سايبينكم عشان حلاوه روح. انتوا قصدك مين بانتوا دي؟ انت واللي منهم. على فكره احب اقول لك اصلك ايه، احنا كمان عندنا حكاوي وحواديت مش انتوا بس. اسمع نوح، المهدي اوصل له انا اوصل له، بيك من غيرك برضه هوصل له، بس خليك فاكر ان اديتك فرصه وانت اللي ما رضيتش. وخليك فاكر برضه لو وصلت للمهدي من غير ما تقول لي مكانه فين، خليك انت اللي تدور عليه. انا ما بدورش على حد. بكرة نشوف. ايوه يا شاوي، قفل موبايلك ليه من امبارح؟ امن الاوتيل كشف العملية. بتقول ايه؟ يعني ايه يا شاوي؟ يا علي ملهاش معنى تاني، العملية باظت. ده حصل ازاي؟ خلاص بقى علي عادي، هتتعوض ان شاء الله. انتوا مفيش فايدة فيكم. خير يا باشا؟ روح اسكت، اتفضل انزل من العربية. معلش يا باشا عندي مأمورية ومستعجل. انت ما بتفهمش، روح اسكت، اتفضل انزل من العربية. انت اتجننت ولا ايه؟ بترفع عليا صوتك ليه؟ احترم نفسك بدل ما اعملك محضر تعدي. فتش يا ابن العربية دي. ايه
الشركه ساعتك. ايه ده؟ كلنا هنعرف ايه ده يا باشا. مش حاجة سهلة انك تتصدم في اللي قدامك، خصوصا لو بني عليه توقعات وامال محدش فرضها عليك. انت اللي فرضتيها على نفسك وصدقتيها وبدأت تتعاملي على اساسها. ايوه بس كده انت بتظلم جمال يا زين، انت ما سبتش شغلك علشان؟ انا ما قلتش كده، انا سبت شغل لما حسيت ان الفساد اقوى من ان واجهه. يا كان هيكسرني يا كنت هلاقي نفسي بقيت جزء منه. اللي شجعنا على القرار ده هو جمال، بني آدم المظلوم اللي ما عندوش غير صدقه وطلبه للحقيقة، واللي بيواجه قوة أكبر وأشرس منه. ده اللي أنا كنت فاكره ساعتها، وده اللي اداني أمل وخلاني أقف في صف وأدور معاه. في الآخر اكتشفت إني مغفل، وإن هو نفسه جزء من إخفاء الحقيقة. بس هو النهارده قرر يدور على الحقيقة، محتاجين كلنا نقف معاه ونساعده. لما الخطر بدأ يقرب منه قرر يدور، مش كده؟ قصدك ايه؟ ده الفرق اللي بيني وبين جمال. مهنتي علمتني ان ادور على الحقيقة في اي وقت تحت اي ظروف، بغض النظر اذا كانت هتأذيني ولا لا، طالما حسيت انها موجودة. جمال لو فضلت حياته مستقرة عمره ما كان هيدور ولا هيفكر. لا يا زين، جمال مش زي ما انت شايفه خالص. جمال قرر يدور لان لسه في جواه جزء نضيف يحاول يحافظ عليه. عنده ابن بيتمنى له مستقبل أأمن وانضف من اللي هو فيه. كمان لو كان عايز يكمل في سكته كان هيقدر يكمل، وكان هيجبر الظروف كلها انها تقف معاه وتساعده، وده كان هيبقى اسهل له لانه كان هيبعد الخطر عن نفسه وهيبقى على هواهم. لكن هو اختار الاصعب المستحيل تقدر تسميه، يبقى يستحق ان انا نقف معاه ونساعده. حتى لو هيعرض حياتك للخطر؟ طالما انا جنبه هحس بالامان. انا جبت لك الفلاشه اللي عليها التسجيلات. روبا نفسها ما تعرفش اني عملت منها كوبي. هتاخدها علشان يساعد بعض نلاقي الحقيقه ولا؟ نعم يا اخويا. يعني ايه بقى الامن اجهض العمليه على اخر لحظه؟ افهم. سوء اختيار عناصر سيادتك. انا كلمت علي في الموضوع ده كذا مره بس للاسف يا فندم ما بيسمعنيش. وهو فينه دلوقتي؟ ايه خايف يجي يبلغني بنفسه؟ حاسس بفشله؟ يا ريت يا فندم بعت على الفشل. بس علي دلوقتي مقبوض عليه في اسم الشرطه. نعم مقبوض عليه في اسم شرطه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه مقبوض عليه في اسم شرطه؟ ده اللي حصل يا فندم. علي اتمسك النهارده في لجنه مرور، واضح ان هو كان معاه حاجات معرفش يخلص منها. وبعدين؟ لازم هيتعرض على النيابه بكره. اتمسك في اسمه هيتعرض على النيابه بكره ومعاه حاجات، وبعدين؟ في الحاله دي يا فندم زي ما سيادتك عارف بيكون في رقم كود عمليات متفق عليه بيننا وبين بعض. اول ما علي بعتهولي اتصرفت وجهزت الشخص اللي يعرف يخرجه من الموقف ده ويطلعه من النيابه بكره. اسلوب عادي جدا بنستعمله مع العناصر الجديده والعيال الصغيره، يعني مش واحد زيه في رتبته وبخبرته دي كلها. للاسف يا فندم هو ده اللي حصل. حلو قوي، هايل. ويا ترى بقى اتمسك بايه على فندي؟ هديلي المعلومات وهرفع تقرير لسيادتك في ساعته وتاريخه. قول يا شوقي، تقدر تحدد لي ايه هي مشكله علي بالظبط؟ الضعف وعدم التركيز يا فندم. بمعنى؟ بمعنى ان علي عنده بطء في حل مشاكله مع نفسه، وساعات بيصعب عليه الامور لدرجه بتخليه ما يعرفش يحلها بعد كده. عندك مثلا يا فندم مشكله جمال، ودي كانت اهم حاجه مركز فيها عشان ينهيها، وزي ما سيادتك شايف مفيش اي نتيجه اتحققت على الارض. ولا حتى ايه؟ ما تكمل. ولا حتى في المشاكل اللي بتتحرك من وراها. استدعاء مسعود حج للنيابه للتحقيق معاه يا فندم بيضعف سمعه الجهاز كله.
مسعود مش هيروح النيابه، حصانته الدبلوماسيه بتحميه وعايزه يسافر في اقرب فرصه. ابلغه سعادتك. تقدر تكمل مهمه علي وتثبت لي انك الاكفأ والاحق بيها؟ انا متاكد يا فندم ان كل اللي اتسال قبلي على السؤال ده جاوبك بالكلام وقال لك نقدر، لكن انا بقى هرد على سيادتك عملي. اعتبر يا فندم ان ملف جمال الجبال اتقفل للابد في اسرع وقت. قبل ما ده يحصل مقر الشركه دي يتقفل ويتفتح مقر جديد، ويا اما انت تستلمه وتثبت كفاءتك يا اما هغيركم انتوا الاثنين. تمام سعادتك. وقد أرفقنا صورة ضوئية من محضر ضبط وتفتيش المذكور وسيارته، أشرنا عليها بالاطلاع والإرفاق في تاريخه، ثم سألناه: ما قولك في ما هو منسوب إليك في حيازة عينة مشاعة بغرض الاستخدام الغير خاضع لرقابة الجهات المختصة؟ أنا ما أعرفش العينة دي جت منين. العينة طلعت في عربيتك. قلت لحضرتك قبل كده إن عربيتي كانت مسروقة بقالها فترة ولسه مستلمها النهاردة من مكافحة سرقة السيارات. يعني أنت بتنكر صلتك بالعينة دي تماما؟ ما أعرفش أي حاجة عنها. علاقتك بنوح السباعي؟ أول مرة أسمع بالاسم ده. يعني ما تعرفش إن هو صاحب المعامل اللي تم تسريب العينة منها، وإن دي مش أول مرة بتحصل؟ ممكن تسألوه هو مش أنا. يعني مش هو اللي إداك العينة دي؟ قلت لحضرتك قبل كده ما أعرفش العينة دي جت منين. اتفضل. جبت دليل براءة يا أستاذ؟ طبعاً. دي صورة ضوئية من محضر تسلم وكيل العربيته عصر امبارح بمنطقة مرور الطراسة، يعني قبل وقعة لجنة شرطة طريق الفيوم بساعتين. عايز تقول ايه يا استاذ؟ الموقف بسيط جدا سعادتك، فضلا عن ان الوكيل ضابط شرطة سابق وفاهم قانون كويس، لا يمكن ان يحط نفسه في مواطن الشبهة. يعني خلينا سعادتك نقرا الموقف بطريقة متأنية. هل يعقل خلال ساعتين من تحرك موكلي من منطقة مرور الطراسة لطريق الفيوم انه راح مكان في النص وطلع وقعد واخد العينه ونزل بيها واتحرك علشان يتمسك؟ استحاله في حاله المرور البطيء، ولا ايه يا فندم؟ حضرتك العينه كانت موجوده من الاول وموكلي ملوش علاقه بيها خالص، لذا انا بطلب اخلاء سبيل موكلي بلا اي ضمان او قيد. الكمين ده كان مستنيني مخصوص، حد كان مراقب لي وحاططها لي في العربيه وعارف ان حد على الكمين ده. حد زي مين؟ نوح السباعي مثلا؟ نوح السباعي ما يجرؤش من معايا كده. امال مين؟ هو واحد ما فيش غيره. الو؟ ايوه علي باشا. تمام يا باشا. حاضر علي باشا. في نفس المكان والزمان حضرتك. مع ألف سلامة علي باشا. جمال باشا؟ رياض مالك في ايه؟ شفت عفريت ولا ايه؟ مفيش يا باشا سلامتك. هو بوبو اللي معاك بره ده يا باشا؟ بوبو؟ هو أنت ما بتعرفش اللي اتحبس ولا ايه؟ حتى عيب في حقك وأنت اللي مبلغ عنه. بتدور على ايه؟ بتدور على ده؟ يا بنت الكلب يا خاينه، بعتني بنت الكلب اسمها اشترت الناس اللي كانت معاهم عيش وملح، ما عضتش الايد اللي ربتها وكبرتها. انت هات كلك على بعضك، لو اتبعت كده ما تسواش حاجه. عارف ليه؟ عشان انت زباله ورمه ومالكش تمن. ابوس ايدك يا جمال باشا، علي باشا كان هيفرمني وحياه النعمه ما كانش ليا في القصه دي خالص. انا قلت له اللي بينك ما بينه حله بنفسك. زلني يا باشا عشان انت. ياض انا مش جاي عشاني. انا لو جاي لحاجه ليا مش هجيلك لحد عندك، اخليك تيجي بنفسك. لكن انا جاي عشان حق بوب وحق الرجاله اللي انت بعتهم. ابوس ايدك يا جمال باشا، ابوس ايدك يا جمال باشا ارحمني، ابوس ايدك يا جمال باشا.